طيب بدنا نعمل ابعد ايدك، بدنا نعمل بطاقات للعيد احط فيهم العيديه. في عندي هذا هيك ورق ملون A4 خفيف، كرتون خفيف. هاي عندنا الوان اصفر وزهري وازرق، وفي كمان واحد مش عارفه وين، وفي بيج مش ابيض. الفكره زي هيك، بدي اشي بسيط وسهل. هيها بدي اثنيها نصين كده، A4 بدي اثنيها نصين هيك، يعني هيها هي هيك بها هيك، وقص هذه هيك ثلاثة. لما قسنا ورقة A4 لقيناها 30 سنتي، فقسمنا 7 7 7 7 × 3 21، بضل 9، يعني 7 سنتي 7 سنتي 7 سنتي 9، طلع معنا 4 مربعات أو 4 مستطيلات. بس عشان أحافظ على نظافة الأشياء راح جبت ورقة A4 بيضة هيك، بس هيك وهيك، يا رب يكون على طول بلزق وهيك. بدي هيك دائرة زي هيك، كوباية أو فنجان. راح أجيب هاي، بدي أستخدم هذه هيك عشان أعلم دائرة، أقص دائرة. بعد هيك بصير سهل، بحطهم على بعض وبصير أقص. هلقيت هاي عنا الاستيكرات وهيك، هاي هم هدول هيك، خلصنا نلزقهم ونقصهم وعملنا الدائرة. وفي عنا ألوانات كتير، أزرق بس ما عملناش الأخضر الغامق، بلاش غامق غامق. هلقيت بدنا نلزق، بدنا نختار استيكرة واحدة قدام واحدة ورا. والقدام من هدول الكبار، واللي ورا من هدول الصغار، وبعدين نكتب الاسم ورا كل واحد واسمه أو كل واحدة واسمها. طيب يلا نشوف. في الابيض بدي احاول اختار مثلا اشي غامق، اختار مثلا هذا الخروف الازرق. هاي استكر على طول حتلزق وتمام تيجي هيك، فحنخليها هيك. خليها هيك بالنص، انت خلي ايدك هيك بالنص، اعمل هذا هيك فوق. بس هيك نص دائرة، وايش نحطها هان، بس الاغمق احلى. بدنا نكتب اسم كل واحد، كل وحدة في الصغنانين، ونحط هانا ايش العيدية، وكل سنة وانتو سلمين. يا عم افتح كيف حلوة. طب يلا نعمل واحدة ثانية، هاتي نعمل الزهر، هاتي نختار هذه للزهر.
في اكتر من ورقة. يي 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 يي. على رسلك يا إيمان. كده كده الجهة التانية نفس الاشي. خلصنا. هلا اللي بعمل مثلا هذا الدب الدب الدب. بفكر هلقيتها هيك احط هنا هيك واحدة من هان واحدة من الجهة التانية. وين الجهة التانية؟ او خليني اعمل هيك هيك هيك. هذا من الفوم بتلزق فسهل استخدامه. تعالي لزق قصي هذا هيك عطول بتقيسي هيك. قيسي على وحده وبتقصي تصيري عليها يعني. خدي هاي هذه هيك هيها ها من كل قد بعض تقريبا. اه خلص قص خلص. الصورة الأخيرة هيك. كل عام وانتو بخير. عيدكم مبارك. ومن العايدين عقول الخليجيين. ومن العايدين والفايزين. وهذه عيد مبارك بالانجليزي. كل سنة وانتم طيبين. هدول المصريين. طب واحنا الفلسطينية فيش كل عام وانتم بخير يعني هيك. لا هيك عن جد يعني. طب الاقي بس حاجة للفلسطيني. مش ملاقية كل عام وانتو بخير. يلا انا بقولكم كل عام وانتو بخير بالفلسطيني. مع السلامة. طلعت عوجة. والله ما الي دعوة. تعالي اشتغلي. لمين بتصوري؟ يمنع التصوير. شايفاكي. لسه تركية. لسه تركية. كلها واحدة. الله وصلي على النبي. هذه مش ملزقة. هذه اطلع لزقيها كمان مرة. غشاشة. شغلك غشاش. الله يرحمها. انا ما خلتك.
شايله وسيله. ليه بس هاتي قلم؟ انت قومي جيبي قلم. شوف شنطتك، هي شنطتك والله بطلت قلم. بسم الله. بس